هضايقك بالسؤال اللي جاي، ما اعرفش هضايقك، انا بقول لك هضايقك يا بالسؤال نهارك اللي جاي. ابيض. تقر تعترف ان صفقه امام عاشور ضد ثوابت النادي الاهلي؟ لا ملهاش دعوه، ملهاش دعوه. انا اقول لك مره واثنين وثلاثه، قول. ودي اتعلمتها من الاستاذ رحمه الله عليه نعمان صبري. مره بتاعه بقول له كرامتي ما سمحت، قال لي يا استاذ عادل ايه ده، ايه ده كان دبلوماسي كده قوي. كرامتك ما حدش يقدر يخدشها، انت الوحيد اللي تخدشها لما تتصرف غلط. ايوه. فانا لما ابني يشتم جاري لا لازم اعاقبه كويس، طب ابني جاري شتمني وابوه ما عاقبوش، وبعدين هو جه وقال لي يا انكل انا اسف انا حاسس بغلطتي، وهو مش متصور انه هيذاكر مع ابني ولا عايز مني حاجه، وبعديها بست اشهر انا نفسي يا انكل اذاكر مع ابنك أبو. مثلا اديك مثل، لا بتديله فرصه، لانه كل واحد انت مش مسؤول عن ثقافته وهو براك. نعم. انت مسؤول لو عمل حاجه عندك بالنسق ده. بدليل نرجع تاني لمشكله حسين الشحات. هو الاهلي قابل تصرف حسين الشحات ولا عاقبه؟ عقاب مرعب، عقاب شديد. بس بالظبط. لكن امام مكسب للاهلي؟ امام اذا اراد ان يكون اللاعب المفصلي اللي الناس تفتكره زي اللعيبه الكبار قوي، نعم، يقرص، لان عنده امكانيات، عنده كل تسمح الامكانيات له بهذا. نعم. لكن لو اكتفى بما يقدمه نعم هيبقى غلطان في حق نفسه.